هناك أربعة أسئلة ذات قيمة في الحياة. There are only four questions of value in life, Don Octavio. ما المقدس؟ What is sacred? مما صنعت الروح؟ Of what is the spirit made? ما الذي يستحق العيش لأجله؟ What is worth living for? ما الذي يستحق الموت لأجله؟ And what is worth dying for? إجابة كل الأسئلة هي الحب والحب فقط. The answer to each is the same. Only love. لا يبكي الناس لأنهم ضعفاء، بل لأنهم كانوا أقوياء لفترة طويلة. كلمات قالها جوني ديب ذات يوم، وقد تعبر بشكل ما عن شخصيته. هذا الممثل الفذ والذي يعد أحد أهم وأبرع الموهوبين الذين عرفتهم هوليود منذ نشأة صناعة السينما، ومن أهم ممثلي جيله وأحد القلائل الكبار الذين جسدوا شخصيات مميزة ومتنوعة ويمتلكون قدرات واسعة على لعب الأدوار الأكثر تعقيداً وصعوبة وغرابة، الأمر الذي منحه مكانة خاصة لدى النقاد والجمهور منذ بداياته، حيث تحقق أفلامه السينمائية نجاحات كبرى في شباك التذاكر. لذا حاز على الكثير من الجوائز مثل الأوسكار والجولدن جلوب. وربما كان أفضل وصف له هو الحرباء، لقدرته الفذة على التلون وفق الشخصيات. Must not excite yourself. But it was a headless horseman. Of course it was. That's why you were here. No, you must believe me. It was a horseman, a dead one, headless. I know, I know. You don't know because you were not there. It's all true. So you go on. Play the music. I'm not really sure if I can hear it anymore. I've got a dwarf. And I'm not afraid to use him. I want some questions. Now. Answers. I think you mean answers. Thank you, yes, answers. I need answers. Which idea are you selling? Chocolate. I'm sorry, chocolate? What's a river rat? Is it like a pirate? Yeah, you could say that, yeah. Muchia. You've lost your muchness. You can eat the grass. Of course you can. Everything in this room is eatable. Even I'm eatable. But that is called cannibalism, my dear children, and is in fact frowned upon in most societies. All right, folks, stand back. Clear the area. This is a crime scene now. Secure the perimeter, dust for prints, check for fibers, scan for DNA. I want a urine sample from everyone and get me a latte. This one. I met a girl! ولد ديب في 9 يوليو عام 1963 في ولاية كنتاكي. أصوله تعود إلى إيرلندا، فيما تعود أصول والدته إلى قبيلة شروك الهندية. وبعد انفصال والديه في فترة مراهقته أهمل دراسته واهتم بالموسيقى وعزف الجيتار حتى أتقنه، وانضم إلى فرقة روك سميث كيدز. وشارك في كثير من حفلاتها بفلوريدا، وبانفصال الفرقة انتقل إلى لوس أنجلوس وعمل ببيع أقلام الحبر عبر الهاتف. ارتبط اسمه على نحو كبير بشخصية جاك سبارو، بطل سلسلة أفلام قراصنة الكاريبي، لدرجة إقراره بأن سبارو شخصية ستظل بداخله دائما وفي مناسبات كثيرة لا يستطيع إيقافه. بدأ مسيرته السينمائية بفيلم كابوس في شارع إلم عام 84، ونجح نجاحا باهرا. وبعده قدم عددا من المسلسلات والأفلام القصيرة
لتأتي مشاركته المهمة في فيلم الفصيلة للمخرج العبقري أوليفر ستون، حيث نال الفيلم 4 جوائز أوسكار وجوائز أخرى عالمية. وفي عام 1990 تفرغ ديب للأفلام وقدم فيلم بكاء الطفل، وفي العام نفسه شارك في إدوارد سيكسر هانس الذي حقق شهرة واسعة وتم ترشيحه لجوائز عديدة. وفي العام 1992 نال فيلمه حلم أريزونا جائزة مهرجان برلين السينمائي الدولي. وفي العام 94 نال فيلم إيد وود جائزتي أوسكار وتم ترشيحه للسعفة الذهبية. وقد وصفه النقاد بأنه واحد من أعظم أفلام السيرة الذاتية، والذي يعد واحدا من أعظم الأدوار في تاريخ السينما وأبهى أداءات جوني ديب. والفيلم عبارة عن سيرة ذاتية لإدوارد ديلس الحائز على لقب أسوأ مخرج في تاريخ هوليود في زمن ازدحم بالأفلام السيئة، ما يؤكد أنه كان جديرا بلقب الأسوأ. وفي عام 1995 رشح فيلمه رجل ميت لسعفة كان الذهبية، وقدم بعدها مع الباتشينو الفيلم المتميز دون براسكو، كما شارك في فيلم الشجاع مع الأسطورة مارلون براندو، ليشارك بعدها الممثلة الموهوبة كيت بلانشيت في فيلم الرجل الذي بكى. وفي تحفة المخرج السويدي لاسي هالستروم فيلم ما الذي يضايق جيلبرت غريب، قدم ديب أداء بسيطا وملهما لأخ أكبر يتحمل مسؤولية أسرته في قرية أمريكية معزولة بعد غياب والده. وفي فيلم ذات مرة في المكسيك جسد دور جيلبرت غرينوالد، عميل في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وهو أحد العملاء الذين سيفعلون أي شيء على الإطلاق من أجل تحقيق أهدافه. أثبت ديب في هذا الدور أنه يستطيع لعب جميع الأدوار بنفس القدر من البراعة. وفي فيلم من شارع فليت، أحد أعظم الأفلام الموسيقية، جسد ديب دور الحلاق الرائع سويني تود أو بنجامين باركر، المضروب باليأس والكره والانتقام في تركيبة شديدة التعقيد، حيث تحول إلى شخص شرير بعد سلب زوجته منه ليعود للانتقام ممن أذوه. وفي عام 2001 قدم جوني ديب مع المخرج تيد ديم فيلما عن جورج جونك، ملك الكوكايين الأمريكي الذي أدخل بمفرده ثقافة الكوكايين إلى الولايات المتحدة الأمريكية في سبعينيات القرن الماضي. وبرع ديب في أداء دوره بشكل استثنائي عن شخصية جونك المضحكة والمخيفة والمثيرة للاهتمام، وصوره كشخص واثق وطموح ومخلص وكأنه لا يقهر. ومن الممتع مشاهدة ديب في أدواره المتنوعة التي تمنحه لقب الحرباء بجدارة. ولا تنسوا متابعة برنامجنا زوم على شبكة منصات. معكم أنا خالد اللباني.